أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على طبيعة التقارب الإماراتي الإيراني وأثره على الملف اليمني. اتفقت دولتا الإمارات وإيران على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية بينهما، وأكد الطرفان خلال زيارة وفد أمني إماراتي لطهران على تعزيز العلاقات لضمان أمن مياه الخليج وبحر عمان. وقد أثار هذا اللقاء الكثير من التساؤلات حول مصير التحالف بين الرياض وأبو ظبي وتأثير ذلك على مستقبل الوضع السياسي والأمني في اليمن. نتوقف عند أبعاد هذا التقارب لنناقشه في محورين: انسحاب جزئي من اليمن وتوجه صوب طهران، ما الذي تسعى إليه الإمارات؟ وهل تأتي هذه التحركات بموافقة السعودية شريكة الحرب في اليمن أم على حسابها وحساب اليمن؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مناورة سياسية أم بداية لتحالف إقليمي؟ استفهام مصاحب للتحركات الإماراتية المفاجئة صوب إيران التي استقبلت الثلاثاء الماضي وفدا إماراتيا أمنيا رفيع المستوى. انتهى اللقاء الإماراتي الإيراني باتفاق على ضرورة تعزيز الدبلوماسية، وخرج اللقاء الذي تم بين قيادة حرس خفر سواحل البلدين ببيان ركز على أهمية تعزيز أمن مياه الخليج وبحر عمان. المثير للانتباه أن هذا اللقاء الأمني بين الدولتين تزامن مع تصريحات لرئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان نفت انسحاب القوات الإماراتية من اليمن وأكدت على بقاء قوات بلده فيها. التقارب بين أبو ظبي وطهران طرح تساؤلات كبيرة حول تأثيراته على اليمن. هل هو مجرد تقارب لحل مشكلات ثنائية أم مقدمة لتحالف قادم على حساب التحالف القائم مع السعودية؟ كما أن احتفاء ميليشيا الحوثي بالزيارة الإماراتية لطهران طرح تخوفاً آخر من حدوث انقسام بين السعودية والإمارات حول طبيعة التعامل مع الحوثي، وبالتالي تأثير ذلك على موقف الشرعية. يذهب محللون إلى أن التقارب الإماراتي مع طهران أتى على خلفية تردد واشنطن لردع التهديدات الإيرانية في مياه الخليج، لكن آخرين يعدونه جزءاً من السياسة الإماراتية في المنطقة، والتي تقدم نفسها كوكيل أمني لكل الأطراف المتصارعة. إلا أن الأخطر بنظر المراقبين هو بقاء التدخل الإماراتي في اليمن في ظل تقاربها مع إيران، وهو ما يعود بالنفع على ميليشيا الحوثي ويطيل من عمر الأزمة اليمنية ومعاناة اليمنيين. إذا نبدأ النقاش مع المحلل السياسي عبد الرب وازع الشايف من نيويورك. سيد عبد الرب، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. أهلا بك سيد عبد الرب، بعد قطيعة سياسية طويلة، برأيك لماذا تتجه الإمارات نحو طهران في هذا الوقت؟ أولا فهم طبيعة العلاقات الإماراتية الإيرانية، يعني علاقة مستمرة واستمرت حتى في ظل تواجد الإمارات في اليمن. العلاقات الإيرانية الإماراتية من أفضل العلاقات في الدول العربية اقتصاديا، فالإمارات تعتبر الشريك العربي الأول لإيران في المنطقة اقتصاديا، وتحل الإمارات في المركز الثاني بعد الصين تجاريا في العلاقات التجارية مع الإمارات. تقارب العلاقات في هذه اللحظة بالذات بعد إعلان الإمارات تقليص قواتها في اليمن، هو محاولة من الإمارات لتجديد العلاقات مع إيران، في كما قال في التقرير إنه عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران أثار بعض المخاوف في الإمارات وفي بعض دول المنطقة من أن أمريكا لن تذهب إلى المواجهة عسكريا مع إيران، مما دفع الإمارات بعض الدول ستلحق في التقارب أكثر مع الدور الإيراني في المنطقة. الإمارات اقتصاديا هي الشريك الأول مع إيران، ولم تتأثر حتى تجارتها والصادرات عكس
عكس يعني ما يقال أن الإمارات موجودة في اليمن لمحاربة المد الفارسي إلى آخره، هذه أسطوانة يلعبوا عليها، بس سياستهم ثابتة في المنطقة. دور الإمارات يعني ليس خفي على أحد في اليمن، ولا علاقة لها من بعيد ولا قريب بمحاربة إيران. الإمارات لها مشروعها الخاص وتعمل عليه في اليمن، وعلاقتها مع إيران مستمرة وستظل مستمرة. إن حصلت إخفاقات في بعض المراحل، يمكن سنتين 3 سنوات من آخر اجتماع وتنسيق أمني كان بين الإمارات و نعم سنعود لمناقشة تأثير هذه العلاقة والتغير في السياسة الإماراتية بعد قليل، لكن استضيف معي الآن من اسطنبول المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة. دكتور عادل، في ظل الحديث المتزايد مؤخرا عن تقارب إماراتي إيراني، برأيك ما طبيعة هذا التقارب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التقارب الإماراتي الإيراني ليس وليد اللحظة، وهناك علاقات اقتصادية وثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران. يعني بحسب التقارير، على سبيل المثال الواردة من الإمارات العربية المتحدة في العام 2012، بأن أكثر من 200 مليار دولار استثمارات إيرانية، أي أصول إيرانية في دبي. إذا كان هذا الكم أو هذا التبادل التجاري في إطار 200 مليار دولار، فهل يمكن أن نقول بأن هناك لا توجد علاقات يعني متينة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران؟ هذا الكلام يعني أعتقد أنه خالي من الصحة تماما. أما بالنسبة للتقارب هذا، يعني حاليا الإمارات العربية المتحدة لا تريد أن يكون هناك حرب في منطقة الخليج العربي، وفي حال تفجر الصراع يعني لا سمح الله، بكل تأكيد ستكون الإمارات العربية المتحدة هي الضحية الأولى، وهي تعرف من أن الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي قد تغيرت سياستها تماما في منطقة الخليج العربي، وغير مستعدة أن تدافع عن هؤلاء، وحتى غير مستعدة أن تواجه إيران. لذلك أنا من وجهة نظري بأن الإمارات العربية المتحدة كما ذكر ضيفتي أن لها أهداف واضحة المعالم في اليمن، وجاءت لتحقيق هذه الأهداف ولم تأتي يعني لمحاربة المد الإيراني. نعم. ولا ننسى أنه كان هناك تقارب، يعني كان هناك على سبيل المثال الميليشيات المسلحة الانفصالية المتمردة في جنوب اليمن، كانت تتجول من طهران إلى بيروت إلى أبو ظبي قبل عاصفة الحزم، وكانت هناك يعني تدريبات عسكرية على يد خبراء إيرانيين في بعض الجزر الإرترية. اليوم الإمارات مشروعها واضح للعلن في جنوب اليمن، وإيران ومشروعها واضح في شمال اليمن، والمملكة العربية السعودية ستكون كبش فداء في المستقبل. طيب، إذا ما تحدثنا عن التقارب الإماراتي تحديدا مجددا، التقارب كيف سيؤثر على الملف اليمني من وجهة نظرك على الحرب في اليمن حاليا أيضا؟ طبعا بالنسبة لن يكون هناك حل عسكري في اليمن، لأن الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها واضحة، وقد صرح أكثر من مسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه لا حل عسكري في اليمن، وأن الحل السياسي هو الأنسب للأزمة اليمنية. اليوم المملكة العربية السعودية أمام خيارات صعبة، يعني على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تحزم الموقف عسكريا في شمال اليمن وحتى في المناطق الجنوبية، ولن تستطيع حتى أنجاز مصالحة سياسية على غرار ما حصل في العام 1970 حينما يعني فشلت في دعم الملكيين، وقامت يعني بإجراء حوار سياسي بين الجمهوريين والملكيين، واعترفت بالجمهورية اليمنية في بالجمهورية العربية أي قبل الوحدة في العام 1970. اليوم الخيارات صعبة، والسيناريوهات المتوقعة في المستقبل قد ربما تكون يعني سيئة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أما بالنسبة لليمن فقد انزلقنا إلى مربع العنف، ولا خيار أمامنا سوى المضي قدما إما في تحقيق الدولة اليمنية الاتحادية أو أن يتشظى البلد. نعم، قلت أن السعودية ضحية لهذا التقارب كما قلت أنت، لكن برأيك إذا كانت السعودية ضحية، لماذا حتى الآن لم تصدر أي تعليق، لم تعلق على التقارب، بل يطغى الصمت على موقفها؟ طبعا لا يستبعد بأن الإدارة السعودية مخترقة من قبل أو الإمارات العربية المتحدة، قد ربما يكون هناك تيار متواجد داخل قصر الدرعية يعمل لصالح الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي من دفع الإمارات العربية المتحدة للتقارب مع إيران هو السعودية، قد ربما هذا السيناريو وارد. الشيء الآخر، قد ربما أن الإمارات العربية المتحدة تعمل خارج إطار الأهداف السعودية تماما، وهذا واضح على الأرض.
المملكة العربية السعودية أنا من يعني باعتقادي لن تصرح يعني أو تتكلم عن موقفها الحقيقي في الوقت الراهن، وهي تعمل يعني حسب مصالحها الاستراتيجية وحسب يعني مصالحها في اليمن، وبالتالي لن يكون هناك أي تصعيد من قبل الإمارات العربية المتحدة ضد الإمارات، من قبل السعودية ضد الإمارات، أي في من يعني أي خطوة تتخذها الإمارات بمعزل عن السعودية لن يكون هناك تعليق يعني من قبل السعودية على هذا. قد ربما هناك حوار سياسي من تحت الطاولة، قد ربما أن السعودية هي من دفعت الإمارات للحوار مع إيران، وأن يجرى هناك يعني حوار سياسي في المستقبل حول المنطقة مع إيران. لا يعني كل السيناريوهات واردة. المملكة العربية السعودية هي الآن يعني وضعها صعب، وهي الآن أمام يعني سيناريو خطير في المستقبل قد ربما يهدد أمنها القومي ووحدتها الجغرافية. نعم، إذن المحلل السياسي دكتور عادل دشيلة أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي من نيويورك المحلل السياسي عبد الرب وازع الشايف. سيد عبد الرب، ضيفي قبل قليل قال أن الإمارات تعمل وفق أجندة أخرى في اليمن، وأيضا قال السعودية ضحية لهذا التقارب الإماراتي الإيراني، ما تعليقك؟ نعم، أتفق مع الضيف الكريم في أغلب النقاط التي ذكرها. الوضع في اليمن برمته ووجود الإمارات داخل اليمن له أبعاد خاصة سياسية. الإمارات لم يعد يهمها أن تظهر علاقتها للعلن مع إيران، خصوصا أنها وصلت إلى مبتغاها في اليمن. الإمارات تمتلك نخب، تمتلك أحزمة، تمتلك جيش، تمتلك حتى وأن قلصت نوعا ما يعني او اعلنت عن تقليص قواتها في اليمن، هي تمتلك نفوذ تطغى واكثر من نفوذ السلطه الشرعيه المعترف بها دوليا التي اساسا جاءت والإمارات تحت لافته استعاده الدوله في اليمن. السعوديه في مأزق كما هو الحال مع السلطه الشرعيه اليمنيه، أنهم تركوا المجال وتركوا مساحة فارغة. الإمارات نفس كما يحصل في الشمال الحوثيين، تمرق الإمارات وميليشياتها تمرق دائما من الفراغ الذي يتركها الشرعية وتتركها السعودية. الإمارات أوجدت لنفسها جيش متكامل داخل اليمن في جنوب اليمن يوضت وجود الدولة، وأربع سنوات كانت كافية للسلطة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن تثبت مدى جديتها في محاربة، لو أخذنا بكلامهم، محاربة المد الفارسي في اليمن. ولكن ما حصل ويحصل هو نقيض ما جاءوا من أجله. الإمارات لها أهدافها الخاصة ومشاريعها الخاصة، أوجدت لها قاعدة من المرتزقة، من الأحزمة، من الميليشيات تقوم بدورها، ولا تحتاج حتى أن تكون متواجدة الإمارات لديها. نعم. تحركهم بالمال، تحركهم بالسياسة، تحركهم بالإعلام، وفي الأخير هذا الأمر مطروق. والسؤال اللي لا نجد له تفسيرا، لماذا صمت السلطة الشرعية، ممثلية الشرعية والنخب السياسية اليمنية على هذا الدور الإماراتي في اليمن؟ نعم. السلطة الشرعية تتلاشى، وجود الدولة يتلاشى، وتستفيد منها الميليشيات التي سواء في الشمال أو في الجنوب كما قال ضيف الكريم، هناك يعني خطوط عريضة قام تحتها التحالف. طيب عن الانسحاب ضمن طيب نعم. طيب انسحاب جزئي من بعض المناطق للإمارات في اليمن، لكن وكمان أيضا زيارة الوفد الإماراتي في طهران، هل يمكن أن نقول أن هذا نوع في التغير في السياسة الإماراتية أو حتى في الموقف من الحرب في اليمن؟ السياسة الإماراتية ثابتة من الوهلة الأولى لدخولها اليمن. قطعا لم تأتي الإمارات لمحاربة إيران داخل اليمن. الإمارات جاءت ولديها هدف وضع يدها على الموانئ اليمنية، على الساحل الغربي اليمني، على المياه، على إيجاد قواعد عسكرية في بعض المناطق في اليمن، وإيجاد نفوذ داخل مناطق الجنوب اليمن. الإمارات أصبحت ترفع شعار الانفصال جنوب اليمن عن شماله، يعني أكثر من أخواننا الجنوبيين أنفسهم. ولذلك لم يكن هناك
هدف أساسي للإمارات محاربة إيران داخل اليمن. نعم. تجارب الإمارات من إيران شيء وارد، خصوصا أن الإمارات هي المركز الأول عربي في الشرق الأوسط تجاريا، والمنفذ الوحيد والشريان الاقتصادي الأول لإيران داخل المنطقة. إيران داخل الإمارات أكثر من 700,000 مواطن إيراني، داخل الإمارات 4 جامعات إيرانية. فمن ليس من المعقول أن نقول أنها جاءت لتحارب إيران، بينما هي فاتحة ذراعها لإيران داخل المنطقة. التجارب نعم. هذا في هذا الوقت الحرج يضع الشرعية أمام تساؤل أشارك. سيد عبد ربه أضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. سيد إبراهيم، علاقات اقتصادية قديمة وسياسية أيضا وهما جارتان، أين تكمن الخطورة برأيك على اليمن في التقارب الناشئ بين أبو ظبي وطهران؟ هو ليس التقارب، إنما هو الواقع. الإماراتيين لديهم كما ذكر ضيفك الكريم اقتصاد مشترك مع الإيرانيين. هناك أيضا الإمارات لا تستطيع أن تدخل في حرب مع إيران، فلذلك الإماراتيون والنظام الإماراتي ينطلق من منطلق مصلحته أولا، فلذلك مصلحته هو أن لا يدخل في حرب أو في عداوة مع الإيرانيين. كما تعرف الإمارات ليست لديها قوة لمواجهة إيران، وتستطيع أن تسقطها إيران في خلال 24 ساعة وهي على بعد أميال من الحدود الإمارات الإيرانية. فهم يخافون من إيران أولا، ثانيا هناك إيران تستطيع حتى إسقاط النظام في الإمارات إذا قررت ذلك، كون لها كثير من المواطنين داخل الإمارات لديها الاقتصاد، تستطيع أن تضغط على الإماراتيين، وأيضا تستطيع حصارهم حتى في منفذ هرمز. يعني هذا أمور مسلم بها، فلذلك الإماراتيين ينطلقوا من مصالحهم الآن وحتى قبل ذلك مع الإيرانيين أكثر من السعوديين وأكثر من اليمنيين، فهم يودون الحفاظ على ذلك، وسيفرطون بأي شيء حتى باليمن إذا مصالحهم والحفاظ على سلطتهم داخل الإمارات يعني أن يتقاربوا من النظام الإيراني، فسيفعلون ذلك وسيتركون اليمن يتناحر فيما بينه أو سيسلمونه حتى للإيرانيين أنفسهم. هذا أمور مسلم بها، نحن من يجب أن نفكر ما هي مصلحتنا وكيف ننطلق في الحفاظ على مصلحتنا. الإمارات دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وهي دولة لا تمتلك أي قوة حقيقية، وإنما أصبحت أداة، وأداة يعني كما يعرف الجميع كما يقولون soft power، يعني لا يستطيع القيام عسكري، وإنما في اليمن وجدوا حفنة من المرتزقة الذين يمولونهم ماليا، لا يستطيعون الاشتراك الحقيقي في حرب عسكرية على الأرض. اليمنيين يجب أن يفكروا عن استراتيجية جديدة. الإمارات ستتركهم في منتصف الطريق لو هددتها إيران، الإمارات ستتركهم يموتون جوعا لو أمرتهم بذلك إيران. فهنا الحقيقة، والسعوديين أنفسهم سيدركون يوما أنهم سيكونون المستهدفين من قبل النظام الإيراني وبأداة الإمارات. سيد إبراهيم، هل تتوقع أن تقوم السعودية بنفس الخطوة مستقبلا؟ السعودية لا تستطيع لأنها تمثل ثقل بالنسبة للعالم العربي، وإذا تقدمت بنقطة كهذا أو بحوار كهذا ستسقط جميع أوراقها في الوطن العربي. ولذلك أنا في اعتقادي أن النظام الإماراتي والسعودي مهددان من قبل النظام الإيراني، لا يستطيعون الحوار حتى مع أبناء جلدتهم. إذن هذا دليل آخر وكافي على الخلاف بين السعودية والإمارات، ألا تعتقد ذلك؟ أنا في اعتقادي أنه ربما يؤثر نوعا ما، لكن المستهدف الأكبر في المنطقة هي المملكة العربية السعودية، وهو مستهدف مشرح. كون السعودية ذهبت لحرب اليمنيين، ذهبت لإسقاط أحزاب يمنية، هي والإمارات ذهبوا لمحاربة التقييم والثورات العربية التي ربما كانت ستحافظ على أنظمتهم نوعا ما، الآن سيسلمون المنطقة. لو سقطت السعودية أو حصل ضعضعة أمنية داخل السعودية، وهناك يعني حلف شيعي داخل السعودية يأتمر بأمر إيران، هناك حزب الله
في لبنان، هناك مجاميع أخرى في يعني أو مناطق مختلفة من الوطن العربي، الحوثيون في اليمن، الحشد الشعبي وغيره في العراق. أصبح الإيران أصبح السعوديون والإماراتيون محاصرون من قبل إيران، فأي تقدم نحو هذه المنطقة هو يعني أنه انتصار مسبق للإيرانيين وستسقط السعودية فيما بعد. كل التآمر هو على العرب إما من الغربيين أو من الإيرانيين. المشكلة الكبيرة أن الإماراتيين نفسهم والسعوديون لا يدركون ذلك وينطلقون من منطلق قبائلي خطأ، يعني لا يستطيعون التفكير عن الاستراتيجية وعن ما الذي يجب القيام به نحو شعوبهم في الداخل ونحو أخوانهم في الشعوب العربية، لكنهم يحاربون التغيير، يحاربون المواطنين اليمنيين. كل ذلك يعني بتفكير أنهم سينتصرون في نهاية المطاف وأنهم سيبقون على أنظمتهم قائمة، وهذا تفكير استراتيجي خاطئ. السعودية كان صدام يفكر أفضل منهم بسبب أمورات، وأنا في اعتقادي في الأعوام القادمة فقط بسبب ولكن بسبب سياساتهم الرحلة نحو الشعوب العربية والشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال. أشكرك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي، كنت معي من نيويورك. أعود إلى ضيفي أيضا في نيويورك المحلل السياسي عبد ربه الشايف. سيد عبد ربه، البعض قد يتساءل لماذا لا يكون هذا التوجه، ربما هذه الزيارة والمباحثات في قضايا أخرى خصوصا اشتعال صراع الأمن البحري في مضيق هرمز. أولا نحن نرى من منطلق مصلحة اليمن. اليمن ليست لن يكون لها فائدة من أي تجارب إماراتي إيراني، لن ينعكس على الوضع في شمال اليمن. الإمارات شبه ماسكة يدها عن شمال اليمن، الإمارات تركيزها على جنوب اليمن، وأي تجارب بين الإمارات وإيران لن ينعكس إيجابا على القضية اليمنية. صحيح أن المنطقة تشهد حالة حراك وتهديدات متبادلة بين إيران وأمريكا، لكن كيمنيين قضيتنا الأولى والأهم هي ما الذي جنيناه من وجود الإمارات في التحالف العربي على مدار 4 سنوات أو 5 سنوات من الحرب. هذه النقطة اللي يجب على اليمنيين أن يركزوا حولها، وما الاستراتيجية حتى وإن أخذنا بمجاز هناك تجارب إيراني إماراتي، ماذا أعددنا لبعد هذا التجارب؟ هل يصب التجارب في مصلحة اليمن، في مصلحة قضية اليمن، في استعادة دولة اليمن، في نزع فكفكة الميليشيات التي أوجدتها الإمارات في جنوب اليمن؟ أصبحت قضية الجنوب في الجنوب اليمن منفصلة بتاتا عن الأحداث في شمال اليمن. الإمارات أوجدت لها يعني أذرع وقواعد في الجنوب لا تتأثر بما يحدث في الشمال، ولذلك لن يكون أي انعكاس سواء تجارب من بعيد أو من قريب بين الإمارات. الإمارات كل خطواتها سواء للأمام أو للخلف هي تصب في مصلحتها الخاصة اقتصاديا. الإمارات دولة اقتصادية تنظر بالمنظور اقتصادي، ليس في مصلحتها مواجهة إيران بالمطلق، ولذلك من مصلحتها حتى أن تتجارب مع إيران، لكن لن ينعكس ذلك لا إيجابا وربما ينعكس سلبا على الوضع في اليمن، لأن الإمارات في حالة توافقها التام إلى جانب التوافق الاقتصادي التوافق السياسي مع إيران، قد يسهم ذلك في تسليم ما تبقى من شمال اليمن للأذرع الإيرانية في اليمن اللي هي الميليشيات الحوثية، وينعكس سلبا على قضية اليمن الأساسية وهي محاربة اليمنيين لاستعادة الدولة. من هنا نتساءل كغيرنا ما هي الخطط التي أوجدتها الحكومة اليمنية في مواجهة الأحداث الطارئة والتغييرات. نعم. وما هو السيناريو الذي تتوقعه بعد هذا التقارب؟ لا يوجد سيناريو واضح، خصوصا أن اليمنيين لا يمتلكون قيادة رشيدة تمتلك خطط. نعم. وسيناريو للمستقبل. أنا أرى أنه أي تجارب هذا التجارب لن ينعكس لا إيجابا
على اليمن، وإن حصل فقد ينعكس سلبا، لأن الإمارات ستؤثر أي تأثير على القضية اليمن في الجنوب وسينعكس على الشمال. اليمنيين بشكل عام في الشمال ينظروا إلى المناطق الجنوبية كنموذج لوجود الدولة. في حالة عدم استقرار الدولة في الشمال في الجنوب ينعكس ذلك على تواجدها في الشمال. وباختصار سيد عبد ربه، كيف تتوقع ردة الفعل الحوثية تجاه هذا التقارب الإماراتي الإيراني؟ الميليشيات الحوثية دائما تمرق حيث أخفقت الشرعية وحيث أخفق التحالف. كل أي تقارب بين الإمارات أو التحالف بشكل عام هو يعزز من موقف الإمارات أن هؤلاء القوم لم يأتوا لمحاربة إيران، ودعوة أنهم جاءوا لمحاربة المد الفارسي في اليمن أسقطت، وها هم اليوم يبادروا بأنفسهم ويذهبوا إلى الإمارات ويقوموا بتنسيق معهم، أي أنه أنت تحاربنا بحجة أننا نقوم بالتنسيق مع إيران ونخدم إيران، وأنت في المقابل تقوم بالتنسيق معها وتعمل معها وفق أجندات مكتوبة. ولذلك هذا سيعزز من موقف الميليشيات الحوثية، ستستغلها إعلاميا وتجيشها ضد الشرعية. السؤال يبقى هنا، ما الذي أعدته الشرعية ممثل عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية لمواجهة هذه التغيرات، وما الخطوة القادمة اللي يمكن نستند إليها؟ هذا سؤال يجب أن نوجه إلى الشرعية ويجب أن ترد عليه. إذا أشكرك جزيل الشكر عبد الرب وازع الشايف، كنت معي من نيويورك، شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم حسن متابعتكم، كما أشكر زميل ماهر أبو المجد من معد الحلقة وكافة الطاقم. إلى اللقاء.